تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد 3 سفراء جدد لدى المملكة. وأكد جلالته حفظه الله ورعاه حرص المملكة على بناء جسور التعاون وتوسيع آفاق المصالح المتبادلة مع مختلف دول العالم بما يعود بالخير على الجميع. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومعالي وزير الديوان الملكي وسعادة وزير الخارجية وسعادة رئيس المراسم الملكية. وكان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الصخير كل على حدة، حيث كان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية. فقد وصلت إلى قصر الصخير سعادة السيدة أوكاي أساكاو سفيرة اليابان، وأجرت لها المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة. وتبادل حضرة صاحب الجلالة رعاه الله مع السفيرة الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور مستمر على كافة المستويات، متمنيا جلالته لها كل التوفيق والنجاح في مهامها الدبلوماسية. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة الدكتور أندرياس إلياديس سفير جمهورية قبرص، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة. وتبادل حضرة صاحب الجلالة رعاه الله مع السفيرة الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور مستمر على كافة المستويات، متمنيا جلالته للسفير كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية. ووصل إلى قصر الصخير سعادة السيد فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.
وتبادل حضرة صاحب الجلالة رعاه الله مع السفير الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور مستمر على كافة المستويات، متمنيا جلالته للسفير كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية. ونقل السفراء إلى جلالة الملك المعظم تحيات وتقدير رؤساء دولهم وخالص تمنياتهم لجلالته بوفر الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والرخاء، مشيدين بالعلاقات الطيبة التي تربط بلدانهم مع مملكة البحرين في جميع المجالات.